لا ده حوار ده بقى مصطفى. بالراحة يا أستاذ عزت، مفيش لا حوار ولا أي حاجة. الله، يعني أنت عايز أصدق الهرية اللي أنت بتهريها دي وأقول أمين؟ ما بهريش يا أستاذ عزت، صدقني. البت غضبت مني أنا وفكت عند خالتها في سمنود، وأنا بكرة من النجمة هروح أجيبها من شعرها. يا عم ولو عايز نكتب ونخلص وقتي. لا ما بخلص، البيعة دي مشمومة وما تلزمنيش. طب ليه يا أستاذ عزت الغلط ده؟ الغلط عندك يا صاحبي. راجع نفسك كده وصف الشريط من أوله وأنت تعرف مين اللي لبس العمة لمين. يا عم ورحمة أبويا. بس أمين، البت راحت عند خالتها في سمنود، مش ده كلامك؟ آه هو يبقى برضه قرطستني، لأن أنت حلفت برحمة أبوك إن البت موافقة، ودلوقتي داخل عليا في فيلم بقى البت هربت وهربانة من الجوازة وراحت سمنود. هو أنت فاكرها يعني مغصوبة عليك وهربانة منك وكده؟ أمال مش كده؟ لا طبعًا، دي هي غضبت مني أنا عشان قلت لها مفيش كلية بعد كتب الكتاب. الله يخرب بيتك، وانت ايه اللي خلاك تقول لها كده؟ مش دي كانت طلباتك وقلت لي ماليش طلبات تاني؟ يا عم لا مش كده، كنت سبتنا بعد ما ندخل انا اعرف اظبط لها الحوار، مش انت تتمطع بقى وتعمل لي فيها مش عارف ايه وتقفلها من الجوازه. طب بس خلاص انا كده فهمت يا معلم، اعمل انا بقى ايه؟ اروح انا بقى بكره اسجدها بالبوقين دول واقول لها ان خلاص العريس موافق وهيسيبك تكملي عليه. اه طب ما بدل ما تخ المشوار لحد سمنود، ما سمنود جات لك بذات نفسها اهي. مريم؟ اه مريم، واكيد بقى اللي هناك دي خالتها. تستر يا رب، والنبي تسترها معانا يا رب، وما تبهدلش الراجل معانا يا رب. بالذات انت عندك دم يا ادي يا مصطفى، والنبي ما عندك دم ولا تعرف ريحته، سنتين بحاله. سنتين؟ لا تسال على خالتك ولا جوزها ولا عيالها، ولا تخط برجلك عتبة البلد يا بوزه باشا. بلد؟ ايوه سمنود. ايه نسيت كمان سكت جوز خالتك وخالتك؟ معلش يا جوز خالتي، مصطفى اصله مطحون في الورشه ومش لاقي وقت خالص. جوز خالتي؟ ايوه. اه جوز خالتي، ازيك يا جوز خالتي؟ اصلك انت بقى ايه مليت شويه عن اخر مره شفتك فيها. ازيك ازيك يا حاج ابراهيم؟ يا عم اوعى كده، اوعى اوعى ما تخشش في عيني. ايه اتخنت يعني بقيت الدلفين؟ ما انتش عارفني، ده انا زعلان منك قوي، وتقول لي انت زي ابويا الله يرحمه. وانت ايه المصيبه اللي انت عملتها لي؟ مصيبه ايه بس يا جوز خالتي؟ ازاي تجيب لاختك عريس وهي مخطوبه؟ مخطوبه؟ ايوه امال ايه؟ انا بنفسي قاري فتحتها على مسعد ابني من 5 سنين، امك ما قالتلكش ولا ايه؟ مسعد مين يا عم الحاج؟ ابن البكرس والله على مقامك، ظابط مباحث قد الدنيا. مباحث؟ ظابط اسم الله عليه، الداخليه كلها تحلف باسمه، وحول الله لسه بنقول ما بقالوش يومين ثلاثه لمديريه امن الجيزه عشان يبقى جنب عروسته. وجاي انت في الاخر يا دي يا نادر وعايز تقتل اختك وتديها لحرام عربيات؟ انا حرام عربيات يا باشا؟ العفو، احنا بنقول على دكه العريس مدعوك ده. وحياه النبي اقسم بالله حصل، امال يعني بارومه سحب نفسه ومشي من سكات ازاي؟ يا لهوي يا ماما لو شفتيه وهو بيسمع كلمه ظابط مباحث، جرد المية ساقعة واندلق عليه. يا بنتي ده انا اتشهدت اول ما شفته بيركب العربية وقفاه يقمر عيش، بس ما كانش يجي في بالي ان الراجل الكبار المحترم ده يطلع منه النمرة المسخرة دي. طب انتي عارفة ان النمرة دي طقت في دماغه بسببك انتي؟ انا بعد ما كلمناكي انتي قلتلنا انك شرتي على مصطفى بحوار خالتي وسمنود والفيلم ده، ساعتها مع ام عبدالله قالي بقولك يا مريم مش انتي ممثلة؟ وريني شطارتك بقى وخشي معايا. وانتي ما صدقتي يا بيت. هو انا لحقت انطق؟ ده فظيع يا ماما، عم عبدالله ده ملوش حل، ده خلص الحوار كله في كلمتين. بقولك يا ماما ده دخل عليهم حتة دخلة ولا زكي رستم في زمان. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.